ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا موطيه صوتي لان انا دلوقتي تحت البيت عامله مفاجاه لاحمد. هو الحمد لله عمل عمليه اللوز وقام منها بالسلامه. هو من اول رمضان وهو كان نفسه يشوف صحابه جدا، ان هو بيحبهم وانا كمان بحبهم بموت فيهم، بس ما كانش بيطلب الطلب مباشره كده. احمد من النوع اللي يلف ويدور حوالين الطلب، يعني يقول لي صحابي وحشني عايزين يشوفوني، يقعد يلف ويدور عايزها تيجي مني، انا اقول له هنعزمهم، وانا كل مره اقول له لا انت تعبان، لا انت مريض، لما تعمل عمليه اصلا انت هتقيم من عمليه. المهم انا تواصلت معاهم امبارح وهم جروب عسل، اتفقت معاهم ان يكون موضوع سيكريت، احمد ما يعرفش، محدش قال لاحمد حاجه. وطبعا انا ما قلتش لمرول ان هي هتغير وهتقول لي اشمعنى احمد عامل له مفاجاه وانا لا، وما قلتش لمحمد لان هو من النوع اللي بيبوظ المفاجآت اللي من النوع دوت. انا ما قلتش لمحمد، ما قلتش لاحمد، ما حدش يعرف حاجه. ودلوقتي انا في انتظارهم. طبعا انا نزلت ازاي؟ ان انا قلت لهم، قلت لاحمد هجيب حاجه من العربيه، وعلى غير العاده لقيته بيقول لي انا هنزل معاكي انا هجيب الحاجه. يا حبيبي مبين، اقنعته في الاخر ان انا رايحه ابدل هدوم وما ينفعش يجي معايا. وميرول انا نزلت من وراها لان هي لو شافتني هتشبط برضه فيا، وطبعا طول ما انا لابسه نضاره الشمس ديت ومعايا الشنطه دي هو هيقتنع ان انا رايحه اجيب حاجه. انا دلوقتي قاعده مستنياهم يوصلوا ويرنوا عليا. يلا نشوف. ها مين هيقول الخطه؟ الخطه هي ان انت بتمشي وتركبي وخلاص وتسكري بقى بعدين، بعد احنا بنطق عليه فجاه. ولا عندي خطه احلى، تعالوا تعالوا شنية. والله اللي عندي خطه احلى. يلا تعالوا نوريك جيمز، نعطيكم الملابس، تعالوا نوريك الملابس، نعطيكم مفتاح وبعدين انا ادخل عادي وانتوا تفتحوا وتدخلوا ورايا. ايه خلاص تعالوا، سهل الباب يتفتح بسهوله. باهي انا ماما طالعه عليا على طول. بصي عليكي يا مصريه. ما اعرف ما فتحوا الباب ازاي اصلا. رايك في المفاجأة؟ يلا يا جماعة هادي يا احمد، من امس يا احمد دادي من امس يوم الخميس. وانت اخذوني على شو وجهه؟ انا قاعد مش والله. هو ايه اللي كدابه بقى قدامك؟ يعني بالك انت حسبت مين اللي بيفتح الباب اصلا؟ حسبت مين اللي بيفتح الباب؟ لا انت ظنيت مين اللي بيفتح الباب واحنا بابا ولا لقيت كم بابا؟ لا انا عندي لا قلت انا كل ده عشان اصورك. جبت رقمهم من على تليفونك. انا كان معايا رقم عبد الرحمن ومعايا محمد كان على الماسنجر، وجبت تميم، حتى جبت بقى تميم من تليفونك، وجبت لا كيف وعلي جبته من تليفونك. مسجل تليفون مسندة ام احمد. ايوه وانا اخذت رقمك من، وبعدين انت كنت لاهي بقى وانا اخذت كل الارقام من تليفونك. مش كنت لاهي لما كنت بتصلي؟ لا ما هقول لك حاجه، انت ايه الفرق بين الولاد والبنات؟ ان هم انا قلت لهم تعالوا كلهم قالوا لي يلا اوكي باهي، ما حدش قال لي حتى هستأذن، لكن البنات ما بيجوش. طب انا لسه بطلب، انا عايزه مفاجاه. طب بالله عليكم دول هيخشوا؟ لا لا والله ما هيخشوا، مفيش حد هيخش. لا انت عملتلك مفاجاه امبارح لما جبتلك الهدوم والاكسسوارز والحاجات الحلوه، صح؟ بوسه لماما، بوسه. لا اصحاب، لا اصحاب اصحاب. ماشي نحاول نقنعهم. مين؟ اما هو ما حدش هيجي منهم. انا صاحبتك حبيبتي. والله والله مش هو، مفيش حد هيخبط. والله مفيش حد هيخبط خلاص. لا والله والله العظيم ما حدش هيخبط خلاص الا محمد صاحب احمد لسه ما جاش. احمد انت عارف ان اليوم عيد ميلاد تميم؟ هابي بيرثدي. وتعرف ان هو كان عامل عيد ميلاده اليوم في البيت عنده، ولما كلمته وقلت له انا عامله عزومه معلش تعالوا عندنا على طول، بص ما فكرش قال لي باهي ولا يهمك يا مس ندى، يا اما الغي عيد الميلاد يا اما ناجله عادي نجي على خاطر احمد. والله العظيم مش عايز كمان. كل عام وانت بخير يا رب، كل سنه وانت طيب. اقسم بالله زي ما بحكي لك. اشكره بقى، احضنه خد منه التليفون.
كسروا له واعملوا اي اكشن. كل سنه وانتم بخير. تسلم ايديك. شكرا. لا ده انا اللي هاكلها يا احمد. هاتي هاتي خبا مني. لا انا خبا مني. اعدل. واو ما شاء الله. تسلم يا عبد الرحمن. وراح فين؟ تسلم يا عبد الرحمن تحفه. ليه انا واحمد ولا؟ طبعا دي بعد ما احمد اخذ واحده على طول. الله اكبر. طفس. صوبيا دي؟ صوبيا. تسلم يا حبيبي تسلم. وريني وريني. واو. هلبة تيشيرت. هلبة. وش عليهم يا مصري. فيش حا. شكرا نيور. شكرا نيور. عفوا. واحدة سمحت. يا عبد الرحمن. العب يور. يا مامي لا بزوز لا ما تجيش مخدي بزوز لا 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 والله لا لا تميم يو تعال شوية نبوك تعال خير خير ما تقلقش